لو كنت عايزه اعيش وانبسط زي ما انت بتقول كنت وافقت على العرض اللي هم عرضوه عليا. المركز في ميونخ عرض عليا 5 مليون دولار عشان اديهم السي دي اللي معايا. يمكن اول مره اقول لك الحكايه دي. طب بس كده خلاص اتحلت. انت مش عايزه البلد تتقدم وتمشي في البرنامج النووي؟ انت تدي الالمان السي دي اللي عايزينه ده وتاخدي ال5 مليون دولار تتبرعي بيهم للطاقه النوويه في مصر. يبقى كده ضربت العصفورين بحجر. وما سالتش نفسك هم عارضين عليا المبلغ ده كله ليه؟ تفتكر هم مش فاهمين؟ الفلوس عمرها ما تعمل حضاره ولا تقدم الا على اساس علمي سليم نقدر نبني عليه، والاساس ده معايا انا. البحث اللي انا بعمله يدخل للبلد دي مليارات مش ملايين. في حاجة يا حمادة؟ لا، ده المسابقات اللي بنعملها على التليفون. انت بتشارك في الحاجات دي؟ لا، بس شكلي كده هشترك المرة دي، يمكن حظي يكون أحسن. أنا سعيدة قوي بمشاعرك دي، بس أنا عايزة نحتفظ بمشاعر الأخوة والصداقة اللي بينا، هي دي اللي هتعيش العمر كله. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب زيد داود. والله توحشنا يا إبراهيم. كان لازم يعني السفرية شرم الشيخ ديت هتقعد يا ابني تاخد لك اول يومين من رمضان معانا. معلش بقى يا استاذ شفيق، مش هقدر اسيب الشغل اكتر من كده. ربنا يعينك يا ابني، مع ان انا بصراحه بقى شايف ان الشغلانه دي ما عادتش تليق بيك، ده انت طالع التاسع على دفعتك. اي شغلانه ما دام شريفه ما تعبش صاحبها. وهتنزل اجازه بقى امتى؟ المره دي هطول شويه، مش هنزل قبل 3 شهور. طب ما تقولش لامك كده، لا احسن تروحها فيك. اقول لك قول لها ان انت جاي قريب. هي عموما نايمه دلوقتي. انا هاخد شنطتي واتكل على الله وانت بسلمني عليها. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا نسلة؟ انا عرفت انك مسافر قلت اجي اسلم عليك. الله يسلمك. انا كنت عايزه اتكلم معاك شويه. اتفضلي اتكلم. هتكلم وانا واقفه على الباب كده؟ معلش، اصل والدتي مش موجوده وانت يعني ما ينفعش تخشي بيت راجل غريب. مين قال انك غريب؟ يعني ما انا يوم ما دخلت بيتكم ساعتها كانت والدتي هنا، دلوقتي هي مش هنا. ما يصحش. انا واثقه في نفسي وواثقه فيك. سيب الباب مفتوح لو سمحتي يا انسه. هو انت هتقف مديني ظهرك كده؟ يا ستي اتفضلي قولي اللي انت عايزاه، انا لازم الحق الاتوبيس. أنا بحبك يا إبراهيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا ستي اتفضلي بقى. اللهم إني صالم، اللهم إني صالم. وهي كلمة بحبك بتفطر؟ حتى يعني لو الحب ده كان بريء وطاهر؟ لو سمحت أنا مش هدخل معاكي في جدل عقيم، ملوش أي معنى. ربنا يهديكي. ربنا يهديك أنت يا إبراهيم. وعايزة أقول لك يعني إن أنا صايمة ومصلية الفجر كمان. ودي كده يعطيهم، استريحتي؟ الله أعلم باللي في القلوب يا إبراهيم. على العموم بس أنا جاية أقول لك إن أنا لما حبيتك حبيت فيك الإنسان الطموح اللي نفسه يكون حاجة، اللي بياكل الكتب أكل عشان ينجح. وأنا قلدتك من كتر إعجابي بيك ودخلت المعهد عشان يبقى معايا شهادة عالية. أنت كنت بتتعب التعب ده كله ليه؟ وبتذاكر السنين دي كلها ليه؟ عشان تروح تشتغل مرمطون في مطبخ؟ طب ما كمل أول، تعبت أمك معاك ليه؟ اسمع يا إبراهيم، أوعى تفتكر يعني إن أنا ما كنتش فاهمة. انت كنت مستعر مني عشان انا من عيله بسيطه على قد حالها، وابويا صنايعي سباك، وانت من عيله عزه
أكبر عيلة في مصر. بس أنا دلوقتي مستعرية منك. سلام عليكم. أنا متهيألي كده خلاص هم اتأكدوا إن أنا ما عنديش حاجة، وخصوصا إن آخر مرة كنت قاطعة مع الدكتور عماد. على فكرة ده في مصر، أنا شفته في ندوة علمية أول امبارح. دكتور عماد في مصر؟ غريبة. وإيه الغريب اللي في كده؟ المفروض إنه خلص مهمته واللي عرفه إنه راجع ألمانيا. أنت فاهم إنه كان جاي يفتش عليك أنت بس؟ أكيد بيفتش على ناس غيرك. والله ما أنا عارفة يا دكتور أحمد. يعني ما كلنا تعلمنا برا وعشنا برا، بس بتفضل جوه الواحد حاجة ناحية بلده عمرها ما بتتغير. أنا بستغرب على واحد زي الدكتور عماد ده. دكتور عماد إنسان وطني بس بطريقته يعني، وأكيد هو بيعمل ده من شدة خوفه على البلد، خصوصا في مركزه الجديد. هو حاسس كويس أوي بخطورة ده. يا دكتور أحمد، إحنا ساعات من شدة خوفنا على أولادنا ما بنعلمهمش حاجة وبننميش جواهم أي حاجة. المهم أنت وصلت لإيه؟ أنا خلصت مرحلة كويسة قوي، بس داخلة بقى على الغميق اللي محتاج فلوس قد كده، محتاجة تمويل ومش عارفة أعمل إيه. والله أنا رأيي إنك تقف عند اللي وصلتي له، والبرنامج النووي هيبدأ فعاليات قريب قوي في مصر، تقدر تقدم المشروع بحالة الراك. يبقى ما عملتش حاجة، ضربة بالمرزبة ولا عشرة بشاكوش. المشروع لازم يتقدم متكامل عشان أحط العالم كله قدام الأمر الواقع. يا ايوه كده اهو، ده رمضان ولا بلاش؟ احنا كنا بنفطر فطار فرنساوي، ينفع كده يا حماده؟ وجدع اللي اسمه علاء ده مش عارف يعمل لكم لقمه مصري، ده ايه الخيابه دي؟ ايه البلاد دي فيها اكل حماده؟ هي حته لحمه في طبق وحواليه شويه مقرشه. يا ماما من اولها تفطر بره ولا ايه؟ لا لا ازاي، دي مكلماني وقال لي انها جايه. امال اتاخرت كده ليه؟ الطريق واحنا جايين قبل الفطار كان موت، العربيات واقفه قدام بعضها مش راضيه تتحرك. ايوه يا غالي، انت بتروح فين في باريس بقى؟ انا كل يوم من صباحيه ربنا بطلع على اللوفر اقعد اتفرج لغايه قبل الفطار، وده اللي هاني مقضيها نوم طول النهار. الله، هروح فين وانا صايمه يعني؟ لا 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 مش ممكن. الف حمد لله على السلامه يا دده. حمد لله على السلامه يا شادي. لا سلام على طعام، ده انا هموت من الجوع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كله يا ماما؟ على فكرة التجاوزات دي في الشهر الكريم بس، بعد رمضان هنرجع زي الاول وقت. يا اختي كولي بقى، دي احلى حاجة في رمضان لمتنا الحلوة دي. والمسلسلات يا ماما، لونا بقى مدملة مسلسلات. انا مش عارف بتتفرج على كل ده ازاي، تطلع من المسلسل تدخل على التاني على طول. اسكت يا حمادة، ده انا الليلة دي كنت بصح عيار على المسلسل اللي كنت بتفرج عليه. البنت يا عيني اتقفلت في وشها كل السكك، وابنها على ايدها عيان وسخن، مش عارفه تعمل ايه، اشتغلت رقاصه. وانت عيط عليها يا نونا، دي بتطلعها في القفص. الحمد لله، اللهم ادمها نعمه محفوظه من الزوال يا رب. ده انت ما اكلتش حاجه يا ابراهيم. يا شيف، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. ده انت شغال من صباحيه ربنا على لحم بطنك. الحمد لله، يا دوب انا هصلي العشاء والتراويح. طب ده مفيش حد هنا في المطبخ، مين هيقعد مكانك؟ فرض ربنا مقدم على كل شيء يا شيف. طب لو المدير سأل عليك اقول له ايه؟ اقول له في الجامع بيصلي فرض ربنا. السلام عليكم. يا بنت امسكي لسانك بقى، ده احنا واعدين الراجل. الله، بقول لك انت عارفني انا ما بيبلش في بقي فول، وبعدين لا يمكن اخبي على حماده. والله العظيم انت نادله، ده الراجل محلف. اسكت بقى يا شادي. يلا قولي يا بنت، قولي مالهم كده يا بنت؟ هي انت عارفه انت ايه؟ طب برجيت مراته مالها يا بنت؟ حسناء تخطت ال 80 من عمرها. لا انت بتتكلمي جد؟ اه والله. امال ايه الصوره اللي بعتها لي دي؟ الله، خايف من لسانك يا حماده. انا اقول يا ربي اللي خلاها ترضى مين؟ عجوزه قوي 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 يستاهل. ايوه، ولو ايه بمشيها على عجين هاي لخبطه. انت دي مصيبه، مش عارفه انت ايه. يلا بينا نمشي. يلا يلا، صباح على خير يا جماعه. لا لا لا، استنى استنى بس، خليها تكمل وبعدين هعرض.
تتباع حكاية تانية حكاية. الصبح لما تو يلا بينا يلا يا جماعة. تصبحوا على خير احنا ماشيين. لو لهم استنوا خليكوا قاعدين البيت كبير. لا معلش يا ماما نونة، ما انا كمان لازم ادوق طبيخ مراتي، مش يمكن تطلع خايبة ولا حاجة ابقى اخدت مقلب عمري. يلا لا 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 لا، انا قايلة لك من الاول انا ماليش في الطبيخ، انا احسن واحدة تعمل دليفري في مصر كلها. ايوه كده طيب تصبحوا على دليفري بقى. يلا استنى ما بوس بوس يا اختي بوس. هجيلك بيتك بقى تحكي لي التفاصيل. بيتك يا باشا. اوه بالمره نسلي صيامنا واحنا بنقطع ففروت اونكل علاء. وده برضه يبقى اسمه صيام. يلا انا تعبت. سلام عليكم. تصبحوا على خير. ربنا يسعدهم والنبي لايقين على بعض. يلا يا ولاد اطلعوا يلا اوضتكم ناموا وانا هصحيكم بتاع السحور. كريم حاجه عايزه تقوليها. ايوه انا فكرت كتير قبل ما اتكلم معاكم في الموضوع ده، بس انا ماليش غيركم، انتوا اهلي، لازم تعرفوا اللي انا فيه. في ايه يا نوال قلقتيني؟ ماما نونا انا حكيت لحماده على كل حاجه، على المشروع البحث العلمي اللي انا بعمله وعلى السي دي وعلى الضغوط اللي عليا عشان اوقف العمل في المشروع ده. وفي حد قالك حاجة جديدة حصلت يعني؟ لا بالعكس، هما شكلهم نسيوا خالص، بس أنا محتاجة مصاريف كتير جدا، ملايين عشان أصرف عليه. أنا حاولت أسحب الفلوس اللي في البنك اللي حوشتها أنا والدكتور مختار الله يرحمه، بس واضح إنهم جمدوا الحساب لأنهم شكوا في المشروع ده. طب وأنت عليكي من ده بإيه إنك تصرفي ده كله من جيبك؟ يا ماما الفلوس اللي أنا هصرفها هاخد قدها اضعاف مضاعفه لما اخلص المشروع بتاعي واقدمه لشركه مصريه بعد ما نبتدي البرنامج النووي. يا جماعه انا في صراع مع الزمن وما عنديش غير حل واحد بس. حل ايه؟ ان ابيع البيت. ماما انا عارفه ان الموضوع ده هيزعلك قوي، وقد ايه انت مرتبطه بالبيت ده، وعارفة إن ده اللي بقلنا من عيلة عزه، إنما أنا لو نجحت في المشروع ده هسيب لعيلة عزه شيء أهم كتير من القصور والفلوس والأراضي. نبيع البيت ونروح فين يا نوال؟ هناخد بيت صغير على قدنا، إحنا مش محتاجين القصر ده كله. على العموم ده بيتك ومالك وحاجتك، وفي الآخر أنا وحمادة ضيوف عليكي. تقوليش كده يا ماما، احنا لا يمكن هنسيب بعض ابدا، بس يا ماما انت عارفه اهميه الموضوع ده بالنسبه لي. طب انت لقيتي مشتري يعني؟ انا كلمت علاء في باريس وقال لي ان كان في واحد عايز يشتري القصر، هيكلمه ويطلبني. اتفضل معانا. اكيد في حاجه غلط، انت متاكد ان انا؟ ما تطولش في الكلام يلا قدامي. ثانيه واحده، انتوا واخدينه على فين؟ خليك انت يا داليا، انا هروح اشوف في ايه، اكيد في حاجه غلط. طب استنى انا هاجي معاك. خليك يا ست انت، الاوامر نجيبه لوحده. يلا قدامي. طب البس هدومي. طيب لا يا اخويا، تيجي زي ما انت، يلا ما تزعقنيش. لو سمحت ما تمدش ايدك عليا. يلا انت هتتلمض يا روح امك. طب امشي قدامي يلا. شادي انتوا واخدينه على فين؟ ما تخافيش يا داليا انا جاي على طول. شادي لو سمحت اتكلم معايا باحترام، انا ما عملتش حاجه، انا جاي معاكم غلط. الله، وبعدين الكلام اللي بتقوله ده هتتحاسب عليه. وده اللي هتحاسب عليه. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. اخلص يلا اخلص، لما الباشا اقول لك اتكلم اتكلم. انت بتشتغل ايه دلوقتي يا؟ انا رسام يا فندم. نعم يا اخويا رسام، وبترسم ايه بقى؟ رحمك انت مش اتفشت قبل كده بيورو؟ يبقى دلوقتي بترسم دولارات؟
يا باشا انا من يوم ما خرجت من السجن وانا ماشي مظبوط، والله العظيم ما عملتش حاجه. طب بص على الدرولات دي. اه لما الباشا يقول لك بص بص. الشغل ده بتاعك يا واد؟ يا باشا والله العظيم ما اعرفه ولا عمري شفته قبل كده. طب بالراحه بالراحه يا اخويا، ما تعيطش قوي كده، احسن انا بتاثر خالص. جرايه يالا، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ الدرولات دي شغلك انت. اه يا نصاب يا مزور يا حرامي. والنعمة الشريفة ما انا اللي عملتهم ولا اعرفهم يا باشا. يترحل للطب الشرعي. خدها متولي. حاضر يا فندم. ايه الامر؟ انت بننتيش لغاية دلوقتي ولا ايه؟ وهيجي النوم ازاي بس يا حمادة؟ الظاهر ان عزه كانت حكاية وراحت. شالوا اسم عزه من على الشركة. ودي القصر هيتباع. دي مجنونة. وانا لا يمكن اوافق على اللي بتعمله ده. توافق ولا ما توافقش ازاي بس يا حماده؟ ما احنا برضو السبب، احنا ضيعنا كل حاجه. انا وانت صرفنا بالهبل، ما عملناش حساب للزمن. كتر الف خيرها انها بتوكلنا وتشربنا. البيت مش هيتباع، انا بقول لك. ولا يتباع، احنا يعني هنخلد فيه؟ في الاخر خالص الواحد مننا محتاج ايه؟ متر في متر يلم وخلاص. لو محتاجه فلوس انا اجيب لها الفلوس دي. تجيب لها الفلوس منين يا حماده؟ ابيع المحل واديها فلوس تمشي نفسها وخلاص. بس تكتب لي جزء من البيت بقى. تبيع المحل وهو محجوز عليه؟ تيجي ازاي دي يا حماده؟ الناس هتموت عليها ماما. تديني فلوس وانا اسيبها لها. دي تانية. ايوه يا حبيبتي. ايوه انا جاي. مش عارفة خدوها ازاي يا حبيبتي؟ ما تخافيش. خدوها ازاي؟ يمكن تشابه في الاسماء ولا حاجة. مش عارفة خلاص انا هكلم حسام دلوقتي وهو يطلعه، بس عايزاكي تهدي كده وتصلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. انا بكلم حسام من الصبح، لا بيرد لا في البيت ولا في المكتب. مش مهم حسام، تنظم حسام. انا هكلم سعادة اللي هو مديني نمرته الشخصية، التليفون المباشر على طول. الو، ايوه انا حماد عايزه. ايوه مش ساعات اللواء ايهاب؟ امال اللواء ايهاب فين يا فندم؟ مسافر بره؟ طيب لو سمحت لما يرجع يكلمني. انا حماد عايزه. مع الف سلامه. اطلب حسام. انا ما بكلموش، اطلبيه انت. هات انا اكلمه. انا هاتي. الو، ايوه حبيبي، قبضوا على جوز اختك النهارده الفجر، لازم تعمل حاجه. الموضوع ده خارج عن سلطتي يا ام منونه. ده واد رد سجون، ممكن يكون مشتبه فيها وعمل اي حاجه. لا معلش، انا ما اقدرش اتدخل في حاجه زي دي. خلي ابوها يتصرف، مش هو اللي رزانا بيه. طيب بس عرف لنا هو فين عشان نطمن كده يا حسام. طيب اللي تشوفه. مع السلامة. مش عايز يتدخل. يعني ايه؟ هنسيب شادي كده يا بابا؟ طب اللي جم قبضوا عليه ما قالوش هما تبع مين؟ لا طبعا ما قالوش حاجة. يعني هنفضل قاعدين كده؟ انا هكلم مرفت، يمكن تعرف تتصرف. الو، ايوه يا ميرفت، انا اسفه بكلمك الصبح بدري كده، انا في مشكله فظيعه. لا يا حبيبتي انا صاحيه من بدري. مشكله ايه؟ كفاله الشر. جم قبضوا على شادي، ما اعرفش ليه. ما انا عارفه ان باباكي مسافر، بس قلت اكلمك يمكن تعرفي تتصرفي. اهدي اهدي يا داليا يا بنتي، ما تقلقيش، ما تخافيش يا داليا. هو شادي كان عليه اي حاجه قبل كده؟ ايوه كان عليه قضيه تزوير، اخد 3 سنين وخلصهم من زمان. طب انا هستنى تليفونك. انت كنت عارفه ان شادي اتسجن قبل كده؟ ايوه يا بابا، شادي حكالي على كل حاجه في حياته قبل ما نتجوز. وكان علينا من ده بايه بس يا بنتي؟ نقع في واحد زي ده؟ يا ماما نونا، شادي انضف راجل قابلته في حياتي. طب ميرفت دلوقتي قالت لك ايه؟ قالت لي هتسال وتقول. الو، ايوه يا ميرفت، اروح فين؟ قسم التزييف والتزوير اداره الاموال العامه. فين دي؟ طيب يلا انا رايحه دلوقتي. سلام. استني يا بنت، انا جاي معاكي. والفلوس اللي عندك دي بقى جبتها منين يا ابني؟
انا رسام يا فندم وببيع لوحات، والحمد لله شغلي ماشي كويس في السوق. تقوم تكسب ده كله في اخر سنه؟ ممكن لوحه واحده بس تتباع تجيب اكتر من كده. ليه بقى ان شاء الله؟ بكسو؟ هي دي الحقيقه يا فندم. الواد ده يترحل لسجن الترحيلات لحد ما نكمل التحريات عنه. حاضر يا فندم. فعلا شادي كان هنا ووديناه قسم الكسب غير المشروع. هو عمل ايه؟ عمل ايه عشان تعملوا فيه كل ده؟ اولا ده راجل عليه سابقه، وسابقه مش سهله، دي جنايه تزوير، يعني لما تحصل جنايه مشابهه لازم نجيبه. شوفي حضرتك الضابط، انا ليا ابني زيك كده النقيب حسام عز في امن الدوله، وليه اهاب مساعد الوزير ده صاحبي جدا، وانا شايف اللي بيحصل مع شادي ده مش قانوني. لو سمحت انت كده بتهددني، وانا ما اقبلش التهديد. انا بنفذ القانون، واللي حضرتك بتعمله ده استغلال سلطه ونفوذ، وممكن اعمل بيه محضر رسمي حالا. بس انا ما اقصدش كده يا فندم، انا اقصد يعني ان احنا مش غرب عن الداخليه. بقول لحضرتك ابني واحد منكم، احنا فاهمين كويس يا فندم، الشرطه في خدمه الشعب. انا عارف انتوا اكتر ناس في الدنيا بتتعبوا. يلا يا فندم. هو انت قلت لي حضرتك شادي لما خرج من هنا راح فين؟ الكسب غير المشروع. بارك الله في سيادتك، ربنا يكثر من امثالك. شاهد عبد الحميد. ايوه يلا يا اخويا تعالى معايا. تمام يا فندم. عاجبك اللي انت فيه ده؟ انا مش حذرتك، انا مش جيت لك لحد عندك وقلت لك مالكش دعوه بداليا؟ يا حسام بيان انت بتدفع ثمن اللي انت عملته، انت نصاب ومجرم. انت ازاي لا تخش على عيله كبيره زي عيله عزه وانت رد سكون وتخبي علينا حاجه زي دي؟ ايه كنت فاكر ان احنا مش هنعرف؟ كنت فاكر انك هتقدر تضحك علينا؟ أنا قلت لداليا على كل حاجة قبل ما تقدم لكم، وهي غفرت لي الغلطة دي. وأنا كمان مستعد أغفر لك الغلطة دي وأطلعك من هنا، بس بشرط إنك تطلع داليا. تفتكر إن ممكن أقبل عرضك ده يا حسام بيه؟ تفتكر إن ممكن أبيع الإنسانة اللي اشترتني ووقفت جنبي؟ أنا اتسجنت قبل كده 3 سنين ومستعد أخد مؤبد، لكن لا يمكن حسيب داليا أبدا. أنت عامل فيها راجل؟ طيب هنشوف في الآخر مين فينا اللي كلامه هيمشي. يلا يا حبيبتي تعالي شق صيامك بأي حاجة. مش قادرة يا ماما مش قادرة. ما انت يا بنتي لازم تاكلي عشان يبقى فيكي حيل نخرج ندور عليه سوا. يعني كويس لما تقع من طولك. يا ماما ده بقاله أسبوع يا ماما. داليا أنا ممكن أعرف مكان شادي. إزاي أنا مال؟ عارف الدكتور أحمد نصر الدين؟ رئيس مركز البحوث، راجل واصل جدا وله علاقات بكل الأجهزة، ممكن يوصلنا لحاجة. يا ريت يا بنتي. يا ريت بس نطمن على الجدع. يلا يلا بقى تعالي كلي وبعد الفطار ان شاء الله هنكلمه. الو. ايوه يا استاذ حماده، انا دكتور عماد. ايه طولت عليا قوي، الناس مستعجلين جدا وبعتوا الفلوس لمصر خلاص. ما تشد حيلك بقى. ايه لسه ما عرفتش مكانه برضو؟ ان شاء الله ان شاء الله هكلمك بعدين. انت بتكلم مين يا بابا؟ ده واحد صاحبي يا حبيبتي. لا 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 انت عرفت حاجه عن شادي؟ قولي لو حصل له حاجه. ما حصلوش حاجه داليا، في ايه؟ وشك اتغير لما الراجل كلمك، ما تقولي حصل ايه؟ يا بنتي ده سليمان بيه صاحبي بيطمن عليا. طب وريني النمره. لا اديني الموبايل. وبعدين بقى اديني الموبايل يا بابا، اعصابي مش مستحمله. وانا
وبعدين يا داليا مش طريقة دي، والله العظيم التليفون ده ملوش علاقة بشادي. اقعدي بقى كلي. الو دكتور احمد، انا اسفه اني بكلم حضرتك في وقت مش مناسب. طب كويس. لا ابدا، في الحقيقه في واحد قريبنا جم خدوه فجاه من البيت كده من اسبوع. اسمه شادي. شادي عبد الحميد صفوان. شادي عبد الحميد صفوان. مال ابراهيم فين؟ بره وعلى وشوله يا فندم. راح فين؟ في المسجد بيصلي. يصلي؟ ولا صلاه فجر ولا ظهر، احنا في ايام مفترض يا فندم. تلاقيه بيصلي من اللي عليه. لما يجي ابعتهولي. حاضر يا فندم. اخي المسلم، اختي المسلمه. يلا يا ولاد عشان تلحقوا الصلاه. يلا يا حماده. يلا يا حبيبي ربنا يفتح عليك. الو ايوه دكتور احمد، ازيك؟ في اخبار عن شادي؟ اتفضل، ده بيتك. طب ممكن تطمني بس؟ طب خلاص، متشكره قوي، في انتظارك. عارف حاجه عن شادي؟ بيقول دي حاجه بسيطه قوي وهتتحل. يعني لقاه؟ عرف مكانه؟ مرضيش يقول في التليفون، قالوا انه جاي بعد الصلاه. ابراهيم المدير جه امبارح سال عليك، قلنا له كنت بتصلي صلاه التراويح، والنهارده الصبح جه برضه سال عليك، قلنا له كنت في الجامع. انا خايف يحطك في دماغه يا ابراهيم. يرزق على الله يا شيف، ربنا بيخلق البني ادم وبيكتب مع رزقه، بس ربنا برضه امرنا نسعد رزقنا ونخاف على اكل عيشنا. خليها على الله، اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. مساء الخير. مساء النور. دكتور نوال موجود؟ موجود. اتفضل. اهلا يا دكتور احمد، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم. اهلا يا ماما نورا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا دكتور. اتفضل استريح. اهلا وسهلا. ابن عمي حماده وداليا بنتي. اهلا يا حماده بيه. اهلا يا داليا. اهلا وسهلا. اتفضل. اشكرك. لو مؤاخذه يا دكتور، مش هنقدر نقدم لحضرتك حاجه بقى، رمضان كريم. الله اكرم يا هانم. الحقيقه انا عرفت اصل الموضوع من واحد صاحبي ظابط في الداخليه، عشان كده قلت اجي هنا. الموضوع يتحل بشكل عائلي، يعني ده يتحل في كلمتين وبس. عائلي ازاي؟ انتوا في واحد في عليكم ظابط اسمه حسام عزو؟ ايوه ده ابني. في بينه وبين شادي اي مشاكل؟ حضرتك تقصد ايه يا دكتور؟ اصل شادي اتاخد بتوصيه من حسام بيه. حسام هو اللي عمل كده في شادي؟ استني بس يا داليا، اهدي عشان نعرف نتصرف. يا جماعه المساله مش مستاهله، ممكن تقعدوا مع حسام بيه وتحلوا المساله بشكل عائلي، مفيش داعي المساله تكبر. لا تكبر بقى، ده واد قليل الادب ومش متربي، وانا مش هسكت على اللي عمله ده. يلا يا داليا. استنى بس يا حماد. ما استناش، انا ابوه هعرف ازاي اربيه. يلا. بخصوص ايه حضرتك؟ عايزين نقدم شكوى. شكوى في مين؟ النقيب حسام حماده عزو في امن الدوله. طيب اسم حضرتك؟ انا حماده عزو ابوه. ايه ده بس يا حماده بيه؟ واضح انكم منفعلين جدا. لازم يحاسب ويدفع ثمن اللي عمله. البلد ما هي السايبه يا سياده اللواء. احنا عايشين فين هنا؟ يعني ايه يجوا ياخدوا جوزي الفجر من غير ما يعمل اي حاجه؟ مش بتقولوا في حريه وديمقراطيه؟ هي فين بقى الحريه دي؟ ايه دي يا مدام داليا؟ ما هو لولا الحريه دي موجوده ما كانش زمانك هنا بتشتكي اخوكي واحنا قاعدين بنبحث الشكوى بتاعتك. ودي مش اول مره يعمل كده. كل ما بيشوفني يتهجم عليا. انا ابوه ولد اخلاقه زي الزفت. سعادتك، راح يخطب بنت مساعد وزير الداخلية، رفضوه لسوء أخلاقه دي، وفي الآخر بيحملني أنا مسؤولية رفض سيادة اللواء ليه، مع إن سيادة اللواء ده صاحبي وحبيبي وحضر فرح بنتي. حضر فرحك ولا لا يا داليا؟ لو سمحت يا حمادة بيه، ما تخرجش عن الموضوع. أنتوا جايين تقدموا شكوى، لازم تكتبوا لي الشكوى دي رسمي دلوقتي، وأنا هتخذ الإجراءات القانونية. وآدي ورقة وآدي قلم. السيد مدير دولة التفتيش. اكتب انه بيسيء معاملة ابوه وبيعلي صوته عليا.
ابعت اشاره لاستدعاء النقيب حسام حماده عزو. هو هيجي هنا؟ لا ما ينفعش، انا ما اضمنش اعصابي بعد العمله السوداء اللي عملها دي. خلاص بقى يا حماده بيه، انت تكتب الشكوى وتتكل على الله وتسيب الباقي علينا. اتفضلوا. وشادي؟ ان شاء الله لو معلوش حاجه النهارده هيكون بيفطر معاكي. صباح الخير يا حسام بيه. صباح الفل يا محسن بيه. انا بقى يا سيدي افطاري النهارده عندك. يا عم انا تحت امرك. لا يا سيدي ده بالامر، ومش اي افطار، جمبري وسيمون في مي وفي اكبر فنادق البلد، يعني باختصار كده حاجه بتاعت حسبه 2000 3000 جنيه. يا خبر ابيض، وليه خراب البيوت ده على الصبح؟ لان جايب لك خبر بمليون جنيه. بس ما تنساش حبايبك بقى. خبر ايه؟ القيادة يا سيدي مرشحاك تمسك رئيس قسم التحريات، والقرار هيتمضي بكرة. مش ممكن، انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد، دي حاجة ما ياخدهاش اقل من مقدم، ومقدم قديم كمان. واضح يا سيدي ان الوسام عمل لك شغل ورفعك قوي. انا مش عارف اقول لك ايه الصراحة. جمبري وسيمون في مين؟ واستاكوزا كمان لو حبيت. ادخل. مندوب جاي قبل ساتك فند بره. مندوب منين؟ خليه يدخل. اتفضل. عبد الحميد سعد من اداره التفتيش والرقابه. خير. الاشاره دي عشان سعادتك. ايه علاقتك بشادي عبد الحميد رضوان؟ ده يبقى جوز اختي يا فندم. شادي محجوز دلوقتي بقاله اسبوع في اداره الاموال العامه. عندك فكره عن الحكايه دي؟ ايوه يا فندم. هو معليك اساسا كان عليه سابق تزوير، واتمسك قبل كده واتسجن ونفذ الحكم، واكيد هم باعتين له اشتباه. هل صحيح الاجراءات دي تمت بناء على توصيه منك؟ رد يا حضره الضابط. ايوه فندم. الاجراء ده غير قانوني، وفي إساءة لاستخدام نفوذك واستغلال سلطتك. ايوه فندم. انت كده دخلت المسائل الشخصية في العمل. فعلا يا فندم، دي مسألة شخصية، وانا معترف اني عملت كده ومتحمل المسؤولية كاملة. بس انا عاوز سيادتك تعرف اني حذرته اكتر من مرة انه يتصل باختي او يحاول انه يقرب منها. واد مجرم واتجوز اختي غصب عني يا فندم. لو سيادتك مكاني كنت هتعمل ايه؟ اختك دي قاصر؟ لا يا فندم. والضابط اللي انت وصيته باستخدام العنف مع شادي اسمه ايه؟ افندم انا قلت لسيادتك قبل كده اني متحمل المسؤوليه كامله. الضابط ده ملوش اي ذنب. انا قدمت له بلاغ رسمي في شادي بتهمه فيه انه بيقوم بعمليات تزوير وتزييف، وان ده يضر بسمعتي كضابط، والظابط عمل اللي عليه في حدود القانون. وانا فندم انا بعترف ان انا مخطئ ومستعد لاي جزاء. ايقاف عن العمل لمده شهر قابل للتجديد مع وقف الترقيه. اتفضل. باذن سيادتك فندم، ممكن اعرف مين اللي قدم الشكوى ضدي؟ ابوك واختك يا حضره الضابط. بسم الله الرحمن الرحيم. شادي عند الناس يا ابو شادي. الحمد لله على السلامة يا شادي. الله يسلمك. ازيك يا شادي؟ انت كويس يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. انا مش مصدق اني رجعت، ومش عارف جيت هنا ازاي. فجأة كده خدوني ووصلوني لغاية هنا بالعربية. انا اللي طلعتك يا قلك. وحشتوني بجد، وحشتوني كلكم. طب يلا بقى عشان تاكل. ما تلاقيه واكل ضرب لما شافعاك. لا والله يا حماده بيه، هم كام زغد وخلاص يعني. تعرف انت شادي، التجربه اللي انت مريت بيها دي هتخليك تبدع كفنان. تعال ما فيش فنان في الدنيا يبدع بجد غير لو مر بتجربه حقيقيه. لو عايز ترجع تاني اكلمهم لك. لا انا في عرضك الله يخليك. حرام عليك يا حماده. انتظروا شادي ده في اروع اعماله الفنيه هتشوفوا.
اصل النقله كانت كبيره قوي من باريس على التخشيب يا عدل، لازم مخه يضرب ويبقى فنان ضارب اهو. ولا نقله ولا حاجه يا حماده بيه. طب ده احنا واحنا داخلين على مطار اورلي في باريس حصل معانا اكتر من كده، قلعونا الجزم وبهدلونا ومرمطونا اخر مرمطه، يعني هي هي. بس بقى الفرق بين هنا وهناك ان هناك المخبرين بيتكلموا فرنساوي، لكن هنا المخبرين ما بيتكلموش خالص. يرزعوا بقى. عدى على الحسابات، تاخد حسابك وتتكل على الله، مالك شغل عندنا. قل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. استنى يا ابراهيم، انا عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. انا اديتك اكتر من فرصه وصبرت عليك كتير جدا، كان املي انك تبقى حاجه، بس الاسلوب اللي انت ماشي بيه ده ما يرضيش ربنا ابدا. مع السلامه. بص يا عيشة، انا مش عايزك تقلق على ابراهيم، ابراهيم واد كويس وابن حلال ويعرف ربنا، وبعدين الست ده ما طولش في الغربه، هو لحق وحشك؟ قلبي مش مطمن عليه يا شفيق. يا ستي هو الواد شايف شغله مش احسن من قعدته على القهوه تحت مع العيال الصيع؟ وبعدين اهو ربنا يكرمه ويعمل له قرشين ينفعوه ساعه ما يخش التجنيد. يا رب وفقه يا رب، ووقف له ولاد الحلال يا رب، وحبب فيه خلقك يا رب. امين يا رب العالمين. اهو كده احسن حاجه ان انت تدعي له. ايه ده؟ مش ده صوت باب شقتنا بيتفتح؟ اه. يبقى ابراهيم جه؟ طب انا هروح اشوف. انا جايه معاك. يا رب يكون جه يا رب. انا قلبي حاسس ان هو جه. انا قلبي حاسس انك جاي. والله اسال شفيق، انا قلت له ابراهيم جاي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك كمان. ايه المفاجاه الحلوه دي يا ابراهيم؟ انا سبت الشغل. بركه يا جامع. وايه يعني سبت الشغل احسن؟ انا مش مرتاحه للشغل اللي بعيد عني ده يا ابراهيم. وبعدين احنا قدمنا لك في الخارجيه، انت بقى الشهر ده تقعد تذاكر وتهي نفسك مذاكره، وان شاء الله تنجح وتقبل في الخارجيه. خارجيه؟ بقولك ايه يا عيشه، احنا نسيب ابراهيم يستريح، شكلك ابو خليل جاي تعبان وهلكان، استريح وان شاء الله صعيد في السحور تتسحر معانا. يلا يا عيشه. بقولك يا حبيبي، اقعد معاك ولا امشي؟ انا عايز اقعد لوحدي. حسين يا حبيبي، هتفضل كده قاعد لوحدك قافل على نفسك، لا بتشوف حد ولا بتكلم حد، حتى ما بتخرجش عشان تشم شويه هوا؟ تشغليش بالك يا ماما. امال اشغل بالي على مين يا حبيبي؟ هو انا ليا حد غيرك؟ ربنا ينتقم من اللي عمل فيك كده. مش جديد عليه، بابا طول عمره كده يا ماما. يضيع مستقبلك؟ في اب في الدنيا يضيع مستقبل ابنه؟ أبويا ما ضيعش مستقبلي لوحدي يا ماما، أبويا ضيعنا كلنا. أنا دلوقتي بس عرفت ليه إبراهيم ابنه كان بيحقد عليه وبيكرهه بالطريقة دي. وداليا كمان، داليا صعبانة عليا، على فكرة مش زعلان منها. داليا لو كانت لقيت الأب اللي يوجهها ويربيها ويرعاها كانتش عملت اللي عملته. حسام. ايوه جد. ميرفت عاوز اكلمك في التليفون. مش هقدر اكلم حد يا جدي، كلها نايمة. ازاي بس يا حسام؟ انا قلتها انك انت موجود. الله، اديني يا بابا التليفون. الو، ازيك يا ميرفت حبيبتي؟ الحمد لله ميرسي. لا لا، هو معلش صوته تعبان شويه. لا صحته كويسه قوي، انت عارفه بقى المشاغل والمشاكل اللي في الشغل بتاعه. لا خلاص حبيبتي، انا اول لما يصحى هخليه يكلمك. باي باي. انا الي الشرف يا دكتوره نوال انه اشتري قصر عزيز وباشا، لانه انا الوحيد اللي بعرف قيمه هالاثر هذا، وانا بوعد حضرتك انه اسم عزيز وباشا بيضل على الواجهه، لانه هذا تاريخ وقيمته كبيره كثير. بس حضرتك تدينا فرصة نلم حاجتنا من القصر.
يا ستي خذي الفرصة اللي بدك إياها، أنا لا بقدر زعلك ولا بقدر زعل ماما نونا، ماما نونا ست كريمة كتير وزعلها صعب علي. تشكرها قوي يا أستاذ عاطف. بترجاك يا ماما نونا، ما تكوني زعلانة مني، وأنا بعرف قديش أنت مرتبطة بهالمكان، إذا ما عندك مانع خليكي بهالمكان قد ما بدك. عايز تشتريني مع القصر يا عاطف بيه؟ العفو، العفو يا ست الكل، أنت عراسي من فوق. حضرتك هتدفع جزء من المبلغ والباقي عند التسجيل إن شاء الله. ولو تحت أمرك يا دكتورة نوال، بس أنا إلي طلب عند حضرتك. تفضل. نمضي عقد البيع ونسجله وبعطيكي المصاري اللي بدك إياها ونكتب بالعقد المهلة اللي بدك إياها مشان تتركي القصر. وهو كذلك. إلك عندي مفاجأة، مكان بجنن بياخد العقل، فيلا صغيرة هون بالمعادي، يا دوب تحطي عفشك فيها وجاهزة للسكن فورا وسعرها رخيص وممكن أحسب لك إياها من سعر القصر، أحسن ما تدوري على مكان تاني. أوكي أشوفها. بكرة إن شاء الله فرجيكي عليها ومنروح على الشهر العقاري منسجل العقد وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. يلا خاطركم. بتمنى يا ماما نونا تكون رضياني عني، والله ما بطلع من هون لا تقولي لي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. تفضل. حمادة بيك كيفك؟ اهلا وسهلا. شغالك يا زلمه؟ الله يخليك. وحياة ابوك، توصي ماما نونا علي، ما بريد انها تكون زعلانه مني. حد يزعل منك يا عاطف بيه. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الراجل ده اللي هيشتري القصر يا جماعه انا مقدره قد ايه انتوا زعلانين عشان القصر ده هيتباع، بس اكد لكم اني انا كمان زعلانه يمكن اكتر منكم. انا اتولدت وعشت طفولتي وشبابي في البيت ده، انا يمكن ليا فيه ذكريات تكون احلى ايام عمري. وانا في المانيا كنت كتير قوي بفتكر البيت اللي عمري ما حسيت فيه ببرد حتى في عز الشتاء. أنا باخد القرار ده غصب عني. تعرفين الموقف اللي أنا فيه؟ أرجوكوا تساعدوني عشان ما أحسش بالذنب أكتر ما أنا حاسة بيه. لا 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 يا حبيبتي، ما تعيطيش أبدا، ما تعيطيش أبدا يا نوال، إحنا كلنا معاك يا حبيبتي. إن كان على البيت إحنا عشنا فيه أيام مش هتتكرر تاني أبدا. إن كنت يا حبيبتي عاملة على زعلي، أنا مش زعلانة، وإحنا يعني هناخد زماننا وزمن غيرنا، وبعدين البيت فعلا واسع، واسع علينا قوي وبنتعب في تنظيفه. خلاص يا ماما، ما ملوش فايدة الكلام ده، عودي عودي. أرجوك يا حمادة متزعلش مني، الظروف أقوى مني. كلنا عندنا ظروف ما يعلم بها إلا ربنا. وبعدين يا ولاد ظروف إيه؟ الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا بكتير قوي قوي. يلا نوال اطلعي يا حبيبتي، صحي العيال بقى عشان يصحروا، الساعه بقت 12. حاضر. بتبصلي كده ليه؟ زعلان عشان هنسيب البيت؟ انت انا اللي مبسوطه قوي. انا مبسوطه ولا زعلانه؟ انا كنت زعلانه لما علاء اللي كان هيبيع البيت. ليه بقى ان شاء الله؟ الاثنين انيل من بعض، الاثنين بايعين يا ماما. لا علاء مش زي نوال، اللي بتعمله نوال حاجة تانية خالص، حاجة كبيرة تستاهل انها تضحي بأي حاجة. حاجة كبيرة ايه يا شيخ؟ انت بتصدقي نوال فهمتني على كل حاجة، وانا بشجعها وبدعي لها كل يوم وانا بصلي ان ربنا يوفقها في اللي هي ماشية فيه. دي مجنونة، هتضيع نفسها وتضيع البلد معاها. نوال مش مجنونة، نوال عاقلة وعارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. طب انا هقولك على حاجة بيني وبينك، وانا كنتش ناوي اقولها لك بس لازم تعرفيها بقى. حاجة ايه؟